عم تابعه. يسعد صباحكم اعتدال ونسيم، يسعد صباحكم مشاهدينا، نهاركم مبارك وطيب. وصوتنا اليوم حتكون طاجين الحم زي ما عودناكم. حنشوف المقادير هي الاولى، حنستخدم 600 جرام لحم يكون مكعب مكعبات، بصل، طماطم اخضر مجرد مكعبات، فلفل اخضر، حنستخدم فلفل اخضر واحمر، حنستخدم فطر تومه، وحنستخدم كميه من الجبنه موزاريلا. بالنسبه للتوابل عندي ملح، فلفل اسود، ملعقه من طماطم المعجون، اكليل وزعتر، جوز الطيب، ورق الرند، وتابل الحم، وكمية من زيت الزيتون. هذه مقادير وصفتنا. أكيد حنشوف كيفية الطحن مشتوى زي العادة. حنرجع لاعتدال ونسيم واستكملوا باقي فقرات. شكرا لك اعتدال، اليوم انا سبقتك في المطبخ مع الشيف كرام. صباح الخير. صباح الورد نسيم. اكيد زي العاده طبعا احنا بنبدا بتحضير وصفتنا لليوم. في بدايه طبعا حلقتنا احنا سمينا المكونات او المقادير، اكيد طبعا حنرجع نذكر بهم في نهايه الحلقه، بس حنبدا في تحضير الوصفه بتاعنا. كان نسيم تو قبل الهواء يسال فيا قال لي شو بتديري اليوم؟ قلت له طاجين الحم. قال لي مش زي متعارف يعني اللي نديره فيه احنا، يكون فيه بطاطا ونقول فيه المكونات فيهم تغيير اليوم، في شوية وفيها تغيير. حسيت هلبة والوان هيك تفتح النفس. هي الحلو في موضوع، لا مش فكره حتى الالوان، الفكره فعلا شويه نوع من التغيير. احنا متعودين لما نقول طاجين الحم متعودين احنا نستخدمه مثلا الحم يكون حجم يعني كبير، او الحجم نستخدمه مش مكعبات الحم بشكل هدايا. ثاني حاجه زي ما قلت انت يكون في بطاطا، يكون في سفنار، يعني في تنوع نوعا ما. فاليوم شويه حنغيروا الوصفه بتاعنا. خلينا بس نحط الطنجره على النار، فيها شويه زيت زيتون. حيمر الطاجين اليوم بتاعنا نسيم اكيد مشاهدينا بخطوتين، اللي هم حنطيب زي ما نقولوا حنطيب على النار قبل، وبعدين حندخل الكوشه لان الحم فحياخذ مني وقت. ايوه، فحنحط على النار قبل وبعدين حنحطه في الكوشه. رح تحطيه على النار يغلي ولا حتحطيه في الزيت؟ لا، حنخليه على النار بالتوابل نتاعه بالصلصه نتاع الخضره، بعدين فكره اني ندخل الكوشه بس به يجف شويه الصوص نتاعه، وحنحط عليه شويه جبنه من فوق. نخلو بس شوية الغاز بتاعنا يسخن، المفروض أنا مولعته قبل بوقت. موضوع الحم حتى هو اختياري نسيم، يعني ممكن احنا نديروه يكون قطعة كبيرة، بس أنا حبيت فكرة المكعبات إنه أول حاجة أسهل وأسرع في التطيب، ما ياخذش وقت كبير على النار، وفكرة يعني كتقديم نوعا ما مختلف شوية. باهي سؤال، بما أننا مش من الناس اللي نحب الحم هلبة، هل نقدر نديروا الطاجين نفسه بالدجاج أو لا؟ إيه نقدر نديروا الدجاج أكيد. حتختلف المكونات معنا ولا نفس المكونات؟ بس ممكن اختلاف شوية في بعض من التوابل، زي مثلا بنستخدموش تابل خاص بالحم، نستخدم توابل خاص بالدجاج، والباقي التوابل كلها عادي يعني نفسها نستخدموها في سواء كان دجاج سواء كان الحم. فممكن دجاج نستخدمه صدري يعني يكون مكعبات. بالنسبه لنفس المكونات يعني بصل تومه نفس التتبيله. انا من الناس اللي مش زبادي في الموضوع. انا لا، حتى من الناس اللي من يعني لما نشوف مثلا وصفه او حاجه عجبتني ما نتقيدش بان مثلا نفس التفاصيل او نفس، في حاجات ممكن ما نحبهاش ما نتقبلهاش مثلا في توابل او في حتى في مكونات، ممكن نستبدلها، ممكن نغيرها، ممكن نستغنى عليها، يعني على حسب الرغبه. الموضوع كله يعني تختاري عليه. ايوه، الشيء اللي يتناسب معك. أيوة، مش مربوطه ب مش مربوطه بحاجه معينه عشان انت تحب. حتى انا عموما الناس اللي ما بميلش للحم هلبة نسيم، مش انت بس. حتى في فترة مرة جاني سؤال ماش قلت على الهواء ولا سألوني انت مش من الناس اللي طيبة في الحوت، علاش؟ ما تحبيش الحوت. سؤال عجيب، اني اصلا في حياتي كلها ما كلتش حوت، يعني ما كلتش نهائيا. فالفكرة فعلا اني مش ما نعرفش نطيب، اوكي انا نطيب وعادي، يعني في ناس تاكل فيه يعني في الحوش طيبات يقولوا حلو، بس انا لاني ما نعرفش طعمته فما نحسش في روحي اني حنقدر نتبله ويطلع بشكل حلو. هي هذه الفكرة بس يعني. طبعا هو الشيء هذا ياثر ممكن. تو انا ناكل في الحم ولكن ما عنديش ميول ليه هلبة. دائما نختار في الدجاج، يعني حتى سندوتشات اكل هذا دائما الدجاج هو الخيار المفضل بالنسبه لي. حنحط طبعا نسيم كميه التوابل اللي عندنا، طبعا كليل وزعتر مجفف. اوكي. حنحط رق الرند.
طبعا بعد ما احط التوابل كلها شوفوا ممكن في ناس تقول ما يعطيش يعني نكهه، بس في تتبيله اللحم او في الدجاج يعطي نكهه وطبعا اكيد ما فيش حاجه يعني ما لهاش قيمه غذائيه او ما لهاش فايده بصفه عامه. بس خلينا نذكر في شو بنحط. يعني حنحط طبعا التومه وبعدين حنضيف عليهم شويه ميه نسيم وحنخليهم على النار، حنغطيها نهدي عليها النار ونخليها يعني لين يبدا قريب يطيب اللحم باش نقدر نحطوا عليها باقي المكونات في الوقت هذا طبعا. ايوه بعدين حنشوفوا طبعا المرحله الثانيه، اكيد حنخليك تمشي فاصل وبعدين نشوفوا وصلت. تمام، شكرا لك كرام. اكيد لنا عوده ليك مره ثانيه مشاهدينا، نمشي فاصل قصير ومن ثم لنا عوده. شكرا لك نسيم. اكيد مشاهدينا مع الجزء الثاني من فقره الطبخ لليوم، ونشوفوا كرام وين وصلت في طبخه اليوم، وين وصلت. اكيد اهلا بك طبعا اعتدال، واهلا بكم مشاهدينا من جديد. شفنا مبكري بدايه تحضير وصفتنا لليوم، خلينا نشوف الخطوه الثانيه. شفنا مبكري في البدايه اعتدال طبعا مشاهدينا كيف حطينا اللحم، حطينا التوابل، قلنا نضيفوا له ميه وخلوه عليه النار. اخر حاجه بس ضفت ليها الخضره، ضفت في الاول الطماطم، بعدين عندي الفطر اللي مستخدمه طبعا فطر طازه يعني فريش مش معلب. لو مستخدمين المعلب نحطوه اخر حاجه. توك حطيت الفلفل وخلاص هنطفي عليه. حنخلو فيه شويه كميه صوص باش ما يكونش جاف الطاجين معانا، باش نحطوه في الكوشه. خليني نقرب بس شويه. بسم الله. طبعا حنحط عليه كميه جبنه وحندخلوه بالكوشه مسخنه، الكوشه نتاعي درجه حراره اعلى حاجه عندنا، نولعه من فوق ومن تحت، نخلوه ربع ساعه 20 دقيقه ماكسيموم باش يزيد يطيب اللحم نتاعنا، وفي نفس الوقت الصوص نتاعنا يزيد يجف شويه. فكرة الجبنة موضوع اختياري، يعني لو في ناس ما تحبش مثلا مش متقبلة وجود الجبنة أو ما تحبش الجبنة ممكن هي تستغنى عليها. ممكن نحطوه لو من غير جبنة نحاول احنا مثلا نلفوه بسلفر من فوق وندخلوه الكوشة باش ما يجفش معانا، لأن ما فيش عليه مثلا طبقة من الجبنة، فحيخلي ممكن الصوص نتاعه يكون جاف شوية، فنحاول نحن نغطوه بس حوالي مثلا 10 دقائق، لو ولات 10 دقائق ثانيات نحو الغطاء باش يجف معنا شوي. نحاول نوزع بس باش نحط عليه الجبنه، بعد الجبنه حنحط رشه بسيطه من الكليل والزعتر فوق الجبنه، حتعطيني نكهه وشكل حلو يعني للطاجين. يعني نوعا ما من التغيير شويه، احنا متعودين على طاجين اللحم بطريقه معينه، فنحاول احنا نديروه بشكل شويه مختلف. نوزع بس الجبنه كويس. هنحط شويه من الزعتر والكليل الجاف. حندخلوه طبعا للكوشه زي ما قلت لكم من ربع ساعه ل 20 دقيقه. في الوقت هذا اكيد طبعا مشاهدينا واعتدال حنخليك تستكملي انت ونسيم باقي الفقرات ونشوفه في شكل النهائي. اكيد اكرام حنشوف الشكل النهائي مشاهدينا، ولكن خلونا نمشي فاصل ومن بعدها نرجع. أكيد أهلا بكم طبعا مشاهدينا من جديد، وصلنا لختام فقرة الطبخ لي اليوم زي العادة، حنشوف الشكل النهائي لوصفتنا لي اليوم، وزي ما عودناكم كل يوم حنذكروا بمقادير الوصفة نتاعنا. حنشوفوا مقادير وصفتنا، عندنا 600 جرام لحم، مكعبات بصل، طماطم أخضر قردناه مكعبات، فلفل أخضر، فطر
التومة، جبنة ملعقة من طماطم المعجون، إكليل وزعتر، جوز الطيب، ورق الرند، وتاب الحم، وزيت زيتون. هذه مقادير وصفتنا اليوم، أكيد تقدروا تتابعوا وصفتنا لي اليوم على صفحتنا على الفيسبوك، صفحة برنامج يوم جديد، وكذلك على قناتنا على اليوتيوب زي ما عودناكم. أكيد من نتلاقوا غدوة في حلقة جديدة في وصفة جديدة. دمتم في أمان الله، والختام عند نسيم واعتدال زي العادة.